والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الجميل رامز جاب من الاخر. وحلقة النهاردة هتكون حلقة 29 في برنامج رامز جاب من الاخر على قناة MBC مصر. وزي ما انت عارفين ده البرنامج في رمضان 2024. لو ما شفتش الحلقات اللي فاتت ترجع وشوفها، هتلاقيني منزلها هنا على القناة، وهتلاقيني عامل لك بلاي ليست او قائمة تشغيل فيها كل الحلقات اللي نزلت من رامز جاب من الاخر. لو عايز تعرف مين الضيف اللي هيجوا في حلقة النهاردة تابع معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما يبدأ اي حاجة زي ما احنا متعودين مع بعض، ما تنساش تذكر الله اهم حاجة طبعا، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتنزل تحت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ومن غير كلام كتير يلا بينا ندخل في حلقة النهاردة. وشفنا مع بعض حالة امبارح، وكانت الحالة 28 في برنامج رامز جاب من الاخر. والحالة دي ما كانش مستضيف فيها اي حد خالص، والحالة دي كانت عبارة عن كواليس او مشاهد ما نزلتش في البرنامج في الحالات بتاعت رامز جاب من الاخر. وفي حلقة النهاردة هيكون معنا حلقة 29 في برنامج رامز جاب من الاخر. زي ما انت عارفين ان في الوقت ده بالذات ناس كتير قوي بتدور وعاوزين يعرفوا تفاصيل واحداث الحلقة من قبل ما تنزل على التلفزيون، وعاوزين يعرفوا من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة. ففيديو النهاردة هنعرف شوية تفاصيل كده بخصوص حلقة النهاردة، وعرفك من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار بساعة او نص ساعة بالظبط. هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو في اول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورة مصغرة بالضيوف اللي هيجوا في الحلقة. واسامي ضيوف حلقة النهاردة هتلاقيني سايبهم لك في عنوان الفيديو في وصف الفيديو في اول تعليق، وفي الصورة المصغرة هتلاقيني حاطط لك الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. بكررها تاني، في عنوان الفيديو في وصف الفيديو في اول تعليق، وهتلاقيني عاملها لك قبل الفطار بساعة بالظبط. عشان بيجي لكم منتج كتير قوي بتقول لي فين الضيف، انا اتفرجت على الحلقة كلها ومفيش الضيف. انا بعرفك ان الضيف في عنوان الفيديو في وصف الفيديو، وهتلاقيني كمان عامل لك صورة مصغرة بصورة الضيف اللي هيجي في حلقة النهاردة. احنا في الحلقة اللي بننزلها كل يوم بنتكلم شوية مع بعض عن برنامج رامز جلال، وبنعرف رأي بعضنا في البرنامج في الحلقة بتاعتي. واحتمال كبير اوي تكون الحلقة بتاعت النهاردة حلقة 29 في برنامج رامز جاب من الاخر، ممكن تكون برضو حلقة كواليس او مشاهد ما تعرضتش برضو من زي الحلقة بتاعت امبارح بالظبط، وممكن يجي فيها محمد الشرنوبي وسارة الطباخ. ونعرف برضو قبل الفطار هنعرف تفاصيل واحداث الحلقه قبل ما تنزل على التلفزيون على طول، وهبلغكم هنا على القناه، هتلاقيني في اول تعليق وفي الصوره المصغره بتاعه الفيديو وفي عنوان الفيديو وفي وصف الفيديو. بعد ما اتفرجنا مع بعض على برنامج رامز جاب من الاخر الجديد في رمضان 2024، وشفنا مع بعض حلقات برنامج رامز جاب من الاخر الجديد، فعلا برنامج رامز جلال الجديد اللي نزل في رمضان 2024 باسم رامز جاب من الاخر، فعلا البرنامج السنه دي برنامج قوي جدا وعجب ناس كتير قوي، ورامز راجع برنامج قلب الدنيا بصراحة وقلب الترندات في كل المواقع. لان طبعا زي ما انتوا عارفين كلكم ان فكرة برنامج رامز السنة دي فكرة مختلفة جدا عن كل البرامج اللي رامز قدمها طول السنين اللي فاتت. فكرة البرنامج جميلة جدا، ان هو بيجيب اتنين في بينهم مشاكل او خناق او اي حاجة، وبيبدأ ان هو يصلح العلاقات بينهم ويرجعهم لبعض. وزي ما انتوا عارفين ان احنا هنا على القناة بننزل لكم كل يوم فيديو جديد لبرنامج رامز جلال، وبنتوقع مع بعض من الضيوف اللي هيجوا في الحلقة من قبل ما تتعرض على التلفزيون بساعة او ساعتين بالظبط. ولو ما شفتش الحلقات اللي فاتت من برنامج رامز جاب من الاخر انزل هنا على القناة، هتلاقيني منزل لك كل فيديوهات رامز جاب من الاخر. ولو عايز تتابع الحلقات اول باول هتلاقيني عامل لك قائمة تشغيل او بلاي ليست كده باسم رامز جاب من الاخر، هتدخل عليها هتلاقي كل الحلقات. حلقة النهاردة هتكون حلقة جميلة جدا وهتعجبكم، لان ضيف حلقة النهاردة ضيف مميزة وكلكم بتحبوه. طبعا زي ما انتوا عارفين انا مش هقدر انزل لكم اي فيديوهات للحلقة، لان طبعا الفيديوهات دي بيكون عليها حقوق فصعب ان انزلها هنا على القناة. انا بعرفك تفاصيل الحلقة وبعرفك مين الضيوف اللي هيجوا من قبل ما ينزلوا على التلفزيون بكام ساعة بالظبط، وهعرفك مين الضيف اللي هيجي في الحلقة بس قبل الفطار بساعة، لاني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول تعليق، وهتلاقيني عامل لك صورتهم في الصورة المصغرة، واديني بكررها تاني وتالت ورابع. ويلا بينا نراجع مع بعض سريعا كده ونشوف مين الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الاخر من بداية الحلقة الاولى لحد الحلقة بتاعت النهاردة. وحلقة النهاردة هنعرف مين الضيوف اللي هيجوا في الحلقة قبل الفطار على طول، هتلاقيني مغير لك عنوان الفيديو ووصف الفيديو واول
والتعليق والصورة المصغرة بتاعة الفيديو بأسامي الضيوف اللي هيجوا في حلقة النهاردة. ويلا بينا نشوف مع بعض الضيوف اللي جم في برنامج رامز جاب من الآخر. وما تنساش تكتب لي تحت في الكومنتات ايه هي اكتر حلقة عجبتك في برنامج رامز جاب من الآخر. ومعانا حلقة النهاردة هتكون الحلقة 29 في برنامج رامز جاب من الآخر، وهنعرف مع بعض لو في ضيف أو حلقة كواليس برضو زي حلقة امبارح 28 في برنامج رامز جاب من الآخر. لو نفس الحلقة بالظبط هقول لكم قبل الفطار بساعات، لأن بقول لك عنوان الفيديو وصف الفيديو في أول تعليق، ولو هيجي في حلقة النهاردة ضيف هبلغكم على طول. كده يا أبطال، مش عايز أحرق لكم كتير عن الحلقة، وعايزك تكتب لي رأيك تحت في الكومنتات بعد ما تشوف الحلقة من رامز جاب من الآخر على التلفزيون على قناة MBC مصر. وبس كده ابطال، هيكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده. وما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي افضل الصلاه والسلام، وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اول باول. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. سلام.